just went outside and I wish you guys to live the same feeling. السلام عليكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم الشبيبة. Welcome to a new video. Welcome to مدينة. الحمد لله يا ربي وفقنا أننا وصلنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة اللي تحس بها بالراحة النفسية عند دخولك لها. راعدنا 3 أيام وإحنا هنا حبينا ندور وحبينا نتغلوا الصلاة في المسجد. حبينا نعيش هذه روحانية المكان. واليوم قررنا أننا ندير معكم فيديو ونشارك معكم تفاصيل كيفاش تحصلنا على الفيزا، كيفاش قدرنا نجو، وكذلك كيفاش تدخل في الابليكيشن تاع اعتمرنا باش تقدر تصلي في الروضه الشريفه. بزاف ان شاء الله المعلومات اللي راكم رايحين تاخذوها. اذا جيتوا في هذه الفتره الى الحج او العمره تقدروا انكم تكون عندكم فكره على كيفاش راهي القوانين هذه. The video of today it's made even to show you a little bit around the Medina vibes because this place is just amazing and extremely peaceful. الان كما راكم تشوفوا مرايا المسجد النبوي، خلونا ندخلوا الداخل ندوكم معنا في جوله. تدخل الروضة الشريفة تديكم في جولة بالهاتف تصوركم، وانا ان شاء الله نديكم الداخل الى المسجد النبوي ندير بكم جولة وندور ونشوفوا كيفاش المسجد النبوي للناس اللي مازال ما قدرتش تجي، على الاقل تعود عندها فكرة وتشوف كيفاش المسجد. مدينة One of the most important places in the world for Muslim, where the story of Islam and of the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, is linked to that of the people who populate the city. Medina is generally considered to be the cradle of Islamic culture and civilization, and to be the second holiest of 3 case cities in Islamic tradition, with Mecca and Jerusalem. In the first 6 months of 2022, 1.5 million Muslims have already visited Medina, with Iraqis in the first place in the ranking of pilgrims. The first time I entered this mosque, I start crying so much, and every time I perform the salat, it's the same things. I cry. I'm so glad that I had the opportunity to be here, guys. في آخر دقيقة كسبنا ربي وجينا، وهذا كامل كان بفضل الله عز وجل، وكذلك بفضل أخي ياسين بن حمودة شركة رحاب للسفر في إسبانيا. يعطيهم الصحة، هم اللي تهلاو فيا، لأنه احنا كجزائريين خرجت كذلك فيزا إلكترونية اسمها فيزا عمرة إلكترونية. لما سألته قال لي أعطيني غير الكوبي تاع الباسبور والتصويرة، في ظرف أقل من 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 5 ساعات خرجت لي الفيزا. الفيزا هذه السعر تاعها يتراوح بين 300-400 يورو على حساب كل واحد. نخليكم إن شاء الله تفاصيل الشركة، اسمها شركة رحاب، هي متواجدة في إسبانيا. للناس المغتربين الجزائريين اللي عايشين في أوروبا تقدروا تتواصلوا معهم، رايحين إن شاء الله يسهلوا لكم طريقة السفر. أما استرجعت عن طريق فيزا سياحية، لأنه هي عندها باسبور أوروبي، أي جزائري عايش في أوروبا عنده باسبور أوروبي وعايش في أمريكا أو أي دولة من الدول اللي يسمحوا لها أنها تكون فيزا إي فيزا، ما عليك إلا تدخل على الإي فيزا السعودية تدير فيزا عام وتقدر تجي تدير عمرها، تقدر تحوس هنا في السعودية وما كانش حتى مشكل. الآن في باحة المسجد ولا برا المسجد كاين ولا يديروا هنا ديكاري وين النساء يصلوا هنايا والرجال هنايا، لأنه هذه الأيام كاين كثير من الناس، لأنه كاين هنا عطلة في السعودية، مجموعات كبيرة راح تجي للعمرة، لأنه هذه الأيام الأخيرة للعمرة قبل بداية الحج. With the help of your mobile phone, everything is much easier. Just log in. في تطبيق اعتمرنا كما راكم تشوفوا هنا، التطبيق اعتمرنا سهل الدخول تاعو، تحط كامل ليزانفورماسيون تاعك، لما تدخل يجيك هنا، إما تدير طلب عمرة أو طلب الصلاة في الروضة الشريفة للرجال، طلب الصلاة في الروضة الشريفة للنساء. استر دخلت هنا وعندها البيرميت، تدخل تدير استر نيم كونتينيو، لما تدير كونتينيو يخرجوا لها الايام اللي تحب تصلي فيهم. نقولوا احنا يوم 28، تدخل يوم 28 عنده الوقت للصلاة للنساء، هو من الساعة 7 حتى الساعة 7:30، انك تكليكي هنا تدير اوكي للتسجيل، وبعدين تخرج لك هذه الورقة اللي فيها الكوير كود واليوم والاسم وكل شيء، بهذا هو اللي به تدخل الى الروضه الشريفه للصلاه. And the nice thing is that if you have iPhone, just open your wallet and you can collect this QR code inside it's your here. code. And exactly. واللي عندك الكوير كود تاعك مثل انك رايح في الطائره او في القطار، يكون عندك هذا اللي يسمح لك انك تدير به عمره. هذا نظن انه تاعنا تاع العمره، يوم اللي راح نديروا العمره يوم 28، هذا الكوير كود تاع العمرة، وهذا الكوير كود حتى تاع الروضة الشريفة، لأنه في العمرة نفس الشيء، لما تروح تدير عمرة لازم انك تسجل، لازم يكون عندك هذا لأنك تدخل بالكوير كود. The app is free
and to book your place is free. You don't have to pay for anything. الطريقة هذه اللي داروا هي أنهم حابين ينظموا الناس لما راح يعرفوا العدد اللازم لدخول الروضة، لأنه الروضة يكون فيها اكتظاظ كبير مع التداعيات المرض، وما حبوا ينظموها ويديروا بالأفواج إن شاء الله. اليوم في الليل راح نصور لكم كامل التفاصيل، تلقاها في آخر الفيديو إن شاء الله، لأنه حيكون آخر الفيديو، لأنه أنا سجلت روحي أنني نديرها على الساعة 12:30 بالليل حتى للساعة الواحدة بالليل. إن شاء الله ربي يوفقنا ونقدر نصلوا في الروضة وندعو لكم كاملين إن شاء الله. أجواء المدينة المنورة هنا في المساء أجواء رائعة جدا، لعبك تشوف بزاف العوايل، الدراري صغار تحس بعض الراحة نفسية، إلا الناس اللي جاوا للمدينة المنورة صح يقولوا عباك عند دخولك للمسجد الحرام قلبك يتهز وحده وتحس بهذه الطمأنينة والراحة. ويا رب إن شاء الله إذا الواحد توفى يتوفى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amazing. I'm speechless. I don't have the right words to describe. How beautiful is this place? Oh, mashallah. Let's go to it. Assalamu alaikum. Assalam. Shukran. Thalatha. Assalamu alaikum. Allah yatqabbal. Oh, mashallah. Bismillah. واحدة من الحوايج الرائعة هنا انهم يمدوا كثير من الاشياء صدقة. سو شبيبة البروغرام الان هو تغير، لانه استر كان عندها رونديفو في التطبيق اعتمر كما حكينا لكم على الساعة 7، ولكن قال لك باللي غيروا النظام، توقيت جديد انه النساء يقدروا يصلوا في الروضة من وراء العشاء حتى ال 12 تاع الليل، لهذا استر الان رايحة تدخل لجهة النساء وانا نروح لجهة الرجالة باسكو الاذان تاع المغرب قالوا حوالي نصف ساعة. See you later. I'm sure I'm gonna enjoy the mosque inside and I will share with you. هي راح تصور لكم جهة النساء وانا نصور لكم جهة الرجالة، هكاك نغطوا شوية المسجد كامل. نتلاقاو في دورة المياه 224، هذه الحاجة الهائلة هي انه كل مرة نخيروا نيميرو نتلاقاو فيه. Do you wanna laugh? If you are with your husband here and you don't want to lose each other because you don't have internet, you don't have a SIM card, it's easy. Just find the gate and you say, hey, we are gonna meet there after Salat. Good luck. ربي يقبل. الحمد لله الشباب الان دخلنا الى المسجد. هنا كما تشوفوا كاين الناس، الناس كامل راهي تنتظر الافطار. هنا كاين ناس بزاف اللي صوموا راهم ينتظروا الافطار تاعهم. So the first thing I'm gonna do is grab glass of water and then I will enter the mosque finally because this is the first time in the first 2 days here. Every time I go and I try to get inside the mosque, it's closed, but they don't allow me because it's crowded. Here we go, guys. There is the Zamzam water. I'm so happy to drink a glass of this water because this is the very first time for me. The water, guys, it was just wonderful, and inside is so beautiful. Mashallah, there are thousands of women. It's amazing. I'm going to find a seat for myself. I'm super super happy and glad to be here. ندخلوا للجانب المسجد المغطى، وكذلك كاين هناك جانب ليس مغطى، مغطى بهذوك مثل برا في الساحة. هنا وجبة الإفطار، يعطف الناس الإفطار ما شاء الله. كلهم كاين ناس بزاف يقراو القرآن، كاين دروس للقرآن ما شاء الله ما شاء الله، كاين حلقات تدريس للقرآن الآن ما شاء الله. ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لله في قريش لله فيهم ما
شاء الله على طول وانت في المسجد تلقى كثير من الحلقات تدريس القرآن. في هذا المكان اللي راني فيه أنا اللي هو المكان الشرقي تاع المسجد تلقى فيه كثير من حلقات تدريس للذراري صغار وكذلك للذراري كبار والناس اللي متكلموش بالعربية، دروس بالعربية في كل مكان تلقاه، حاجة رائعة جدا ما شاء الله. إذا كان واحد معنا حبي يقرأ القرآن أو يرتل القرآن يجي لهذا المكان يلقى فيه كامل أنواع دروس الفقه، دروس للشريعة، دروس تحفيظ القرآن، دروس كذلك تجويد، كل كل كل. وللذراري الصغار اللي جو اللي عايشين هنا عندهم دروس تحفيظ القرآن في هذا المكان. شوفوا ما شاء الله كل الناس مستعدة للفطور، رائعة ما شاء الله، كل الناس مستعدة للفطور. حي على الصلاة. Prayer and right now, and as you can see guys, all the people are going outside the mosque and it's super super crowded, so I suggest you guys, if you want to come to enjoy Salat inside the mosque at least 1 hour and a half, 2 hours before the time of the prayer, because people arrive so early here just to get a place inside, and I didn't find any place that just prayed here like most of the women. كملنا صلاة المغرب الحمد لله. يا ربي عيبكم، أول مرة في حياتي أني نلفت الكاميرا، ما نعرفش نقول لأنه عظمة المكان وعظمة المسجد تخليك وروحانية المسجد تخليك ما كانش كلمات يتقالوا في حق هذا المكان، لأنه مكان الله الحمد ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله ربي يلبي طلب كل واحد حاب يزور المدينة وحاب يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يدير عمرة وحجة. إن شاء الله يا ربي يلبي طلب كل واحد فيكم إن شاء الله. سبحان الله. شكرا ربي والله. شكرا والله يا أخونا قاسم، أعتقد أنه خليفة ابن بطوطة في الأرض فعلا يعني. إن شاء الله. وأنا من محبي صفحات كاسو إستر كاسو إست، ربي يعبك إن شاء الله، ونتفرج على فيديوهات وما شاء الله يعني فعلا يعني فيديوهات رائعة. وسبحان الله وكم من شهر نتمنى نقول ليش ما بيجي للسعودية كده خاطرة نحب نقابله لوجه الله كده. سبحان الحمد الله لله. والحمد لله مكتوب الله جات فرصة أني قابلته هنا في المدينة في أحسن مكان، في أفضل مكان عند المسجد النبوي الشريف. من أفضل الساحات عندي هي هذه الساحة اللي عندك نظرة على كامل المسجد النبوي، مكان رائع. الناس كامل الآن بين العشاء والعشاء والمغرب أنهم يروحوا يشروا ويأكلوا العوائل، المهم أجواء عائلية كبيرة. Guys, what I really like here is this, the vibes of Medina, because even if you go out at 2 a.m. you will find the people around the walking. Allah, it's very Allah. Safe, very quiet, super super lovely. نجينا نشرو فيها قهوة، هنا الناس تموت على القهوة. لازم نزيدو سدو لاشين. هنا في كل مكان تروح تشتري حاجة، سواء تأكل سواء تشرب سواء قهوة سواء تلقى الآلاف الناس تنتظر. الأمس رحنا للبيك هذاك المشهور تاع الدجاج، كان فيه الناس لا ودي لواحد درجة مش نورمال. الآن ما علينا إلا نروحوا إلى الجاد داخل هنا للمسجد ونظروا نقعدوا نقصروا وإن شاء الله نتقهوى وبعدها ندخلوا نصلوا إن شاء الله نقرأ شوية قرآن. هذه هي أجواء رائعة. But first the police, let's drink a coffee. العجة استرجعت. عجة إستر؟ لا ما تيجيش. كندي. عجة إستر. Easy يا رجاء إستر. Now people start to call me عجة. الحمد لله كملنا كل الصلوات اليوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله يا رب اللي وفقنا. الآن أنا ننتظر في أستر لأنه أستر راح تدخل للروضة الشريفة إن شاء الله، ويا ربي إن شاء الله تقدر تدخل لأنه كاين بزاف الزحام. I'm inside the mosque and I'm waiting to enter روضة and there are thousands of women waiting for the same thing and I'm one of the first. I'm sitting in the first line. I know that there's gonna be a real real fight. By the way guys, I will wait here for another hour and then inshallah I will have the chance to pray inside. All the way around you guys, all of us,
بزاف رجال راهم يستناو كاميرا هنا كاملهم قاعدين يستناو في انسان ان شاء الله يا ربي يكون تكون دخلت رانا نستناو فيها. I'm inside guys, I'm inside. Sabina, I just went outside then. I made it to until there. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I wish you guys to live the same feeling, the same moment. I feel so grateful for this. شبيه إستر تبكي. What happened, Esther? Oh, I fought a lot. But at the end, I arrived until there. I need the salat. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. على كل حال الشبيبة الحمد لله قدرت تصلي. راهي بزاف كما نقولوا مع لي زيمونسيون كلش خلوها خلو لها شويه البرايفاسي تاعها. على كل حال انا مازال لي الوقت نروح ندخل لوطيل نبدا نقشي منها باش ان شاء الله يكون عندي كذلك انا الحظ ونصلي الداخل ان شاء الله. الساعه حوالي 12 ونص بالليل الان وصلنا الى الحرم المدني الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كاين الابواب هنا يبداو من الباب الاول وهنايا هناك الباب الدخول الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الباب. ولكن الان لازم نروحوا البوابة 38 باش ندخلوا إلى الروضة. قمنا بالمهمة ودخلنا في الوقت الآن ما علينا إلا ندخلوا الداخل إن شاء الله. الآن رانا ننتظر جمعونا في مجموعات عند الباب باش ندخلوا بالمجموعة. المجموعة الأولى دخلت راهي تصلي يبدأوا الآن يجمعوا الناس يقعدوا في مربعات هكاك باش يدخلونا إن شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن دخلنا كملنا الصلاة كملنا الدعاء دعينا لكم كامل إن شاء الله. هذه روضة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيته. هنا قبر الرسول. هنا كان قبر الرسول وبيته قديما كان هنا يصلي. هذا منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ربي تقبل منا ان شاء الله. وهنا الحين نسلموا على قبر الرسول ان شاء الله. هنا لازم نقول السلام عليك يا رسول الله. من الآن متوجهين إلى قبر الرسول لأنه هذه كان قد هذا هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دفن في المكان اللي مات فيه الله يرحمه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا رسول الله. هناك قبر ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ورسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. الحمد لله يا رب الشبيبة كملنا الزيارة تاعنا كملنا الصلاة تاعنا ودعواتنا ان شاء الله ربي يتقبلها منا. احساس غريب ورائع. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي لقدرنا وصلنا الى هذا المكان وصلينا في الروضة. الحمد لله يا ربي احساس نفس الاحساس اللي جاني في 2014. الحمد لله يا ربي. اوف واو سبحان الله ربي قدر كل واحد ان شاء الله يقدر يجي الى هذا المكان ويصلي الصلاة هنايا في الروضة الشريفة ان شاء الله ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باش نقول لكم ما نطلب منكم ان شاء الله كامل ان شاء الله ربي يقدركم وتجوا
الحمد لله، الحمد لله يا ربي على هذه النعمة. شكرا لكم أنتم اللي راكم تدعموا فينا في سفرنا حول العالم. الحمد لله كان عندنا حلم متحقق الحمد لله.